بركاته. أهلا وسهلا بكم إخواني وأصدقائي على قناتي على يوتيوب، قناة عماد سليمان. إن شاء الله تعالى النهاردة هنشرح حاجة مهمة جدا ومفيدة لكل الناس، هي إزاي نسطب أكتر من نسخة ويندوز بالفلاشة. يعني أنا هستخدم الفلاشة وكأنها اسطوانة وهسطب منها نسخة ويندوز واتنين وتلاتة، ممكن أحط عليها كمان برامج وأحط عليها أفلام وأحط عليها حاجات هستخدم الفلاشة، كل الحاجات دي من خلال فلاشة واحدة. أول حاجة هننزل برنامج الوين سطب، البرنامج هينزل بالشكل ده مضغوط. هنخش على البرنامج ونفك الضغط بتاعه، كليك يمين اكستراكت هير، ننتظر لحظات لحين فك الضغط. البرنامج نزل بقى بالشكل ده، هنفتح البرنامج ونبدأ ندخل على ملف الـ EXE ده بالشكل ده. هيظهر لنا أكتر من حاجة، هيظهر لنا ويندوز XP، ويندوز 7، وفي خانة تانية اللي هي لو في لينكس او حاجة زي كده، وهنا لو في ملف ايزو ده لينكس. حلو، احنا اول حاجة عايزين نهيئ الفلاشة. هنهيئها ازاي؟ هندخل على بوتيك، نضغط عليها ونختار بيرتس مانج، ندوس عليها ونختار ريفورمات يو اس بي ديسك. هنا عشان نعمل فورمات للفلاشة نعلم كده، ودي زي ما هي ما نغيرش فيها حاجة، ونقول له نيكست. هنغير دي، بدل ما هي فات 32 هنخليها NTFS. وهنا لو عايزين مثلا نسمي الفلاشة اي اسم احنا عاوزينه، وليكن مثلا عماد سليمان، ونخليها كويك عشان ما تاخدش وقت في الفورمات بتاعها. نعلم على كويك فورمات ونقول له اوكي. اوكي كده هو قال لنا الفورمات انتهى، نقول له اوكي ونعمل دي كلوز، ونعمل هنا اكزايت خروج. كده الفلاشه بقت مهيئه ان احنا ننزل عليها نسخه الويندوز. هنبدا بعد كده نحط اسطوانه الويندوز دلوقتي، وهنخش نختار الاسطوانه من هنا. هنعلم اول حاجه، انا حاطط اسطوانه ويندوز اكس بي، هندوس عليها هنعلم عليها وندوس هنا، هيظهر لنا بالشكل ده. هنختار ايه الاسطوانه الويندوز اللي هي الاكس بي، هندوس هنعلم عليها ونقول له اوكي. خلاص كده هو قرا الاسطوانه اهو، نبدا نقول له جو. هيبدا البرنامج ان هو يعد معايا الملفات اللي في السي دي. تمام، هو كده بدأ ان هو هيحمل معايا هنا. نستنى لحظات وهوريكم بس تعرفوا امتى الاسطوانة خلصت. اهو شايفين الرقم ده لازم يبقى مطابق للرقم ده، فتحت خالص اهو 16 دي 18، وهنا 7873، لازم الرقم ده يبقى مطابق. ده بعد ما يخلص هتجيلي رساله هنا بتاكد لي ان هو الاسطوانه نزلت. هنوقف الفيديو طبعا لحد ما يحمل ويخلص، علشان بس ما ناخدش وقت حضراتكم ايه وقت كبير. وفي حاجه برضو حابب اوضحها لحضراتكم، ان الاسطوانه هتيجي في مكان معين هتلاقيها طويلة شوية، يعني ما تقلقش منها عادي. يعني دي مثلا هنا الرقم ده هتلاقيه ثبت في مرحلة، ده ما تقلقش، ما الاسطوانة ما هنجتش ولا حاجة، بيكون هي بتسطب عادي، بس في ملفات بيبقى حجمها كبير بتاخد وقت شوية على ما تنزل. هي بتنزل حوالي مثلا من 10 دقايق لتلت ساعة على حسب كل جهاز وسرعته تقريبا. يعني هنوقف الفيديو دلوقتي. كده وانا رجعت لكم بعد مرة بيخلص، خلاص هو فاضل الحاجات بسيطة.
طبعا لازم الرقمين اللي تحت دول يبقوا متطابقين، يعني ده 7700 وده 7800، لسه ما جملوش. مجرد ما الرقم ده يبقى هو نفس الرقم ده، يبقى كده كل حاجة ايه، كل الملفات السي دي نزل على الفلاشة. كده الرقم اصبح متطابق، فاضل دلوقتي هو دلوقتي بيقفل الاسطوانة او بيقفل الفلاشة. نصبر لحظات، كده الرسالة دي معناها ان هو كده خلص، يقول لك جوب دون، خلاص نقول له اوكي. كده الفلاشة نزل عليها نسخة الويندوز الاكس بي. طيب احنا عايزين نتأكد ان احنا الاسطوانة شغالة كويس، هنعمل تيست هنا، نقول له جو. اهو ظهر قدامنا اهو ويندوز اكس بي 2003 سيت اب. يعني لو احنا دوسنا انتر كده وهنختار فيرست سيت اب بارتيشن، اول واحدة زي ما احنا عليها، ما ننزلش. نلاحظ ان هو كده بيسطب نسخة الويندوز. بالشكل ده يبقى كده نسخة الويندوز بتسطب معانا، وكده نسخة الويندوز الاكس بي نزلت. طيب احنا عايزين ننزل معاها نسخة تانية، ايا كان، سواء 7 سواء 8 زي ما احنا عاوزين. طبعا خلاص ده كده اوكي، اقفل دي ونخش دلوقتي اهو جوب دون، اقول له ايه اوكي. الفلاش طبعا خلاص، المرحلة الاولانية دي اللي هي مرحلة التهيئة انا هيأتها. انا دلوقتي عايز احط اسطوانة تانية، ونفترض مثلا ويندوز 8.1، هنحط الاسطوانة في السي دي وندخل على ويندوز فيستا او 7 او سيرفيس اي دي، هنعلم عليها هنا وندخل من هنا تاني ونختار الاسطوانة بتاعتنا اللي احنا عايزينها، نقول له اوكي. ونفس اللي احنا عملناه بالطبق الاصل المرة اللي فاتت، هنقول له جو. طبعا الرقم هنا لسه ما راحش عند الرقم بتاع الاكس بي، اهو بص بكام، 1016. لما الرقم ده يكون متطابق برضو مع الرقم ده، تبقى كده الاسطوانة مظبوطة معانا وشغالة معانا كويسة جدا. هنجرب كده ايه، نوقف الفيديو لحد ما لحد ما التحميل يخلص. كده الاسطوانة خلصت جوب دون. ممكن كمان نحط ملف، لو حاطين اسطوانة هيرنز ممكن نحط اسطوانة هيرنز معاهم برضو اهو. نعلم هنا في مكان اللي هي ايزو دي، ونختار الملف اللي احنا عاوزينه. يعني مثلا لو قلنا كمبيوتر
distort turns اللي احنا كنا شارحينها قبل كده. لو دخلنا على الملف الايزو قلنا له اوكي دبل كليك قلنا له جو. طبعا ده عشان ملف ايزو فبتلاقي هنا واحد وهنا برضو واحد، ما بيبقاش بيعد زي تاني ان هو ملف واحد بس ايزو مش اسطوانة كاملة. هو الملف الاسطوانة عبارة عن ملف واحد. هنوقف الفيديو لحظات كده. قال لي جوب دون كده هو خلص. عايز اعمل تيست للاسطوانة بقى بعد ما انا عملتها الفلاشة بعد ما انا خلصتها. دوس على تيست ان يومو واللوجو. كده نلاحظ الاسطوانة عندنا اول حاجة ويندوز اكس بي، تاني حاجة ويندوز فيستا 7 ده اللي هو 8.1، تالت حاجة اسطوانة الهيرنز. لو احنا جربنا اسطوانة 7 اللي هي الاسطوانة 8.1 لو دوسنا عليها كده انتر، ده طبعا الشكل اللي هيظهر لنا من بره واحنا بنسطب. هنلاحظ هنا الشكل بتاع اسطوانة 8.1 وهي بتسطب من بره. طبعا اختصارا للوقت هنكنسل. طيب عايزين نعمل تيست تاني نتأكد على ان الهيرنز شغالة. ننزل بالسهومة. ودي اسطوانة الهيرنز بوت. اتمنى ان الشرح يكون عجبكم واتمنى ان تكونوا استفدتم من الشرح، والى لقاء اخر في شروحات اخرى. مع تحياتي عماد سليمان، واي حد محتاج اي معلومة عنده اي مشكلة يقدر يشرفني في اي وقت. الايميل بتاعي موجود والرقم الواتساب موجود، ويشرفني في اي وقت. وانا في انتظار اي شكوى من حضراتكم وتحت امر حضراتكم. وكل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.